السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنعمل مراجعة سريعة كده وهنحل مع بعض أقوى مجموعة أسئلة على اختبار شهر فبراير إن شاء الله لمادة الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يلا كده نبدأ على طول بحل الأسئلة. والسؤال الأول بيقول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارات الخاطئة. برنامج سكراتش يساعد على تعلم أساسيات ومفاهيم البرمجة مثل الشروط والتكرار والكائنات. صح النقطة دي صح ولا غلط؟ النقطة دي صح، مفيهاش أي حاجة غلط. يستخدم الرمز اللي موجود قدامنا دوت في إضافة كائن جديد من مكتبة الكائنات. صح، يمكن إنشاء برنامج بطريقة سهلة عن طريق تركيب الأوامر مع بعضها مثل التعامل مع المكتبات والبازل من خلال برنامج السكراتش. صح، توفير الاتصال بالإنترنت شرط لتشغيل برنامج سكراتش. لا، برنامج سكراتش مش شرط إنك تشغله بالنت، مش لازم، يبقى الإجابة هنا غلط. يتم تغيير مكان الكائن على المنصة بالضغط والسحب والإفلات. أيوة، اضغط واسحب وحط في المكان اللي انت عايز، يبقى الإجابة هنا صح. اختر أمر ديليت من قائمة فايل للتراجع عن حذف الكائن. لا، ديليت مش من فايل، ديليت من edit. طيب يبقى النقطة دي غلط. اختر أمر اوبن من فايل لإنشاء ملف مشروع جديد. الجملة كلها صح لحد مشروع جديد، ده مش مشروع جديد، ده مشروع قديم وانت بتفتحه من جديد فبتختار اوبن، يبقى النقطة دي غلط. يستخدم الأمر ريبيت لعمل تكرار لعدد لا نهائي من المرات. غلط، مش ريبيت. طيب، يتم تحميل صورة خلفية المنصة من ملف في وسيط تخزين في سكراتش. صح، برنامج سكراتش برنامج مجاني يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت. صح، لا يمكن التحكم في اتجاه دوران الكائن أثناء التصميم. غلط، ترتيب الأوامر لا يؤثر على نتيجة التنفيذ في أي برنامج. غلط، يوجد مظاهر متعددة لجميع الكائنات. غلط، يمكن وضع صورة من ملف خلفية للمنصة. صح، ينفع. خلفية المنصة هي الأشكال المختلفة لنفس الكائن. غلط، يظهر التبويب backdrops عند تنشيط خلفية المنصة stage. صح، يظهر كائن القط على المنصة عند بدء تشغيل البرنامج في المكان لما تبقى الواي بتساوي 100 والاكس بتساوي 100. صح، منصة القوائم والأدوات هي المنطقة التي توجد بها مجموعة من القوائم والأدوات المختلفة التي تستخدم أثناء العمل على برنامج سكراتش. صح، منطقة المنصة هي المكان الذي يتم فيه عرض نتيجة العمل أو المشروع. صح، نختار أمر ديليت من القائمة المنسردة لتكرار مقطع برمجي. لا، ديليت ده للمسح. نختار أمر هيلب من القائمة المنسردة لإضافة تعليق. لا، هيلب دي للمساعدة. طيب، نختار مساعد البرنامج هيلب لعرض شرح الأوامر. صح، بعد كده بيقول لك نختار الامر دوبليكيت من القائمه المنسدله لحذف المقطع. دوبليكيت يعني تكرار، فبالتالي هنا غلط. نختار امر ديليت من القائمه المنسدله لحذف المقطع البرمجي. صح، نختار امر دوبليكيت اللي هو التكرار يعني في القائمه المنسدله لتكرار مقطع برمجي اهو. صح، شوف قال لك هنا لتكرار مقطع برمجي، يبقى السؤال ده صح. السؤال الثاني بيقول لي اكمل العبارات التاليه مما بين القوسين. يعتبر برنامج ايه لغة رسومية لتعليم البرمجة بصورة مرئية؟ احنا علينا برنامج ايه؟ علينا برنامج سكراتش، يبقى هنا الإجابة سكراتش. طيب، يمكن تشغيل برنامج السكراتش من خلال نظام التشغيل الويندوز ولا لينكس؟ كل ما سبق، الاتنين ينفعوا يشغلوا البرنامج. من مكونات الشاشة الرئيسية لبرنامج السكراتش كل ما سبق ولا منصة ولا شريط الأدوات شريط القائم؟ كل دول موجودين في برنامج سكراتش. نختار رمز ايه من دول لتغيير واجهة برنامج سكراتش؟ أول رمز ده خالص هو اللي بيغير لك الاتجاه بتاع واجهة البرنامج. طيب، اختار رمز ايه لإيقاف تشغيل برنامج سكراتش اللي هي العلامة الدايرة الحمراء دي اللي هي ستوب. طيب، بعد كده الاختيار فايل اب داون يقوم بعكس صورة الخلفية رأسيا، عكس صورة الخلفية رأسيا. طيب، مجموعة نقط تحتوي على أوامر التحكم في أنماط وأشكال الكائنات وأنواعها. مجموعة الساوند ولا الايفنت ولا الموشن ولا اللوكس؟ اللوكس طبعا. طيب، من نقط اختر امر نقط من قائمة فايل لحفظ مشروع تم انشاؤه ببرنامج سكراتش save as. save as. طيب، يستخدم الامر نقط لاضافة تعليق للمشروع add comment. add comment هو كاتب add comment ولا add spread ولا duplicate ولا forever؟ طبعا هو add comment.
يظهر عليها نتيجة العمل أو المشروع، هي المنصة هي اللي بيظهر عليها نتيجة العمل بتاعك. بعد كده بيقول لك نقط هي الصورة التي تغطي المنصة وتكون خلف الكائنات، خلفية المنصة طبعا اللي هي الباك جراوند أو خلفية المنصة. نستخدم الأمر نيكست كاستوم من مجموعة نقط للتبديل بين مظاهر الأشكال المختلفة للكائنة اللي نختار من مجموعة موشن. نسخ نقط إلى الكائن الجديد، اضغط واسحب المقطع البرمجي للكائن القديم بمنطقة البرمجة وإلقائه على الكائن الجديد من منطقة الكائنات. أمر إيه بقى أو نسخ إيه؟ المقطع البرمجي كله على بعضه. طيب يستخدم للتعامل مع تشغيل وتسجيل الأصوات، الباك دروبس ولا السكريبت ولا الكاستومز ولا الساوند؟ تشغيل الأصوات يبقى الساوند. طيب توبيب يستخدم للتعامل مع أوامر المقطع البرمجي في منطقة البرمجة، السكريبت. توبيب السكريبت. طيب السؤال الثالث، أكمل العبارات التالية بما هو مناسب من بين القوسين. يعني الخمس نقط دول هنختار لهم كل نقطة منهم هنختار لها كلمة من الموجودة فوق دي. يتم تجميع بيئات رسومية تشبه تجميع القطع اللي هي البازلز لإنشاء إيه؟ لإنشاء مقطع برمجي، هي محلولة أهي، لإنشاء مقطع برمجي باستخدام برنامج سكراتش. منطقة نقط هي المكان الذي يتم فيه عرض العمل اللي هي الستيج أو المنصة بالعربي. نستخدم موف 10 ستيبس لتحريك نقط الموجود على المنصة ستيج، تحريك الكائن اللي موجود 10 خطوات طبعا طالما قال لك موف 10 ستيبس. طيب نستخدم الأمر ويت 1 لعمل ايه؟ طالما ويت يبقى انتظار، اثناء تنفيذ الامر. طيب يقصد بتأثيرات الالوان والانماط للكائن انه يمكن التحكم في ايه؟ لون ونمط وشكل الكائن. طيب السؤال تاني نفس نوع السؤال، افتح قائمة ايه واختار سيف از. طالما سيف از يبقى قائمة فايل على طول، السيف والسيف از موجودين في فايل، في قائمة فايل. اختر قائمة فايل واختار نيو لفتح ملف جديد في برنامج سكراتش. نختار رمز الشعلة دوت من مكتبة البرنامج لإدراك كائن جديد إلى المنصة. يستخدم الأمر repeat لعمل تكرار عدد محدد من المرات. افتح قائمة فايل واختار الأمر open لفتح ملف سبق حفظه في سكراتش. open لملف سبق حفظه في برنامج السكراتش. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى ليك التوفيق، وأتمنى تكون الأسئلة مفيدة وتفيدكم إن شاء الله في امتحان شهر فبراير لمادة الحاسب الآلي. السلام عليكم.